يقول: حدث اليوم هزة أرضية في مكة بدرجة 3 من مقياس ريختر كما يقولون، هل من نصيحة للناس وهل هي بسبب الذنوب؟ حدث ايش؟ في مكة. أعيد السؤال. يقول: حدث اليوم هزة أرضية بدرجة 3 من مقياس ريختر في مكة المكرمة، هل من نصيحة وهل هو بسبب ذنوب العباد؟ بلا شك أن هذا بسبب ذنوب العباد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الواجب التوبة.